بتويتري جلاند أو ما تسمى هايبوفيسيز هي واحدة من الغدد الصماء بتتصل البتويتري جلاند بالهايبوثالاموس عن طريق الإنفانديبلم، واللي هو عبارة عن ساق ضعيف يقع بين الأوبتيك كيازم والماميلاري باديز. البتويتري جلاند تقع داخل السلة تيرسيكا في قاعدة البرين، وهذا المكان المحصن يوحي بمدى أهمية الغدة النخامية. أحيانا بيطلق عليها ذا ماستر جلاند لأنها بتتحكم وتنظم وظائف العديد من الغدد الأخرى من خلال عمل 6 أنواع رئيسية من هرموناتها. الهايبوثالاموس بيرسل إشارات للبتويتري جلاند لكي يحفز أو يمنع إنتاج الهرمونات. يمكن تقسيم الغدة النخامية إلى anterior loop ويسمى adeno hypophysis، و posterior loop ويسمى neuro hypophysis. ال anterior loop بيصنع ويفرز 6 هرمونات، وهم ال growth hormone واللي اختصاره GH، والبرولاكتين واللي هو اختصاره BRL، والفوليكل ستيمولاتينج هرمون اللي اختصاره FSH، واللوتينايزنج هرمون اللي اختصاره LH، والادينوكورتيكوتروبيك هرمون اللي هو اختصاره ACTH، والثايرويد ستيمولاتينج هرمون اللي هو اختصاره TSH. الست هرمونات بيساعدوا في تنظيم وظائف الغدد الصماء الأخرى والتي تؤثر على الجروث والبلاد بريجر والميتابوليزم والتمبريتشر ريجوليشن والريبرودكتيف جلاندس والاستجابة للستريس. البوستيريور لوب مش بيصنع هرمونات بصورة مباشرة، ولكنه بيفرز هرمونين بيتم تصنيعهم داخل الهايبوثالاموس، وهما الانتي دايروتيك هرمون اللي اختصاره ADH والمعروف باسم فازوبريزين، والهرمون الثاني وهو الاوكسيتوسين.